أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك بمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون
yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم.